السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفيديو بقى الثاني من فيديو البيرو دوت الخامة اهي. لاحظي معايا ان انا القماش اهو عرض 150. الكلام ده باين قدامك عندك. القماش معايا عرض كام؟ 150 اهو. تانيتين وهبدأ اشتغل الضغط بايه؟ على طول كده مباشرة. نشوف المقاسات قدامنا. المقاسات اللي قدامنا ديت هي الظهر معايا طوله قد ايه؟ الظهر معايا طوله 40 سنتي. الظهر معايا ايه؟ طوله 40 سنتي. اول حاجة خالص زي ما احنا بنبتدي دايما، انا زي ما قلت ان انا تاني القماش اهو 75، يعني اصلا البورسل اهو كده بالظبط معايا، ماشي؟ البورسل امامي اهو. بعد كده اول حاجة هروح واخدها هنا اهوت هشتغل لكم، هشتغل لك بقلم غامق شويه عشان يبان. اول حاجه هناخدها هنا خط النص، خط النص بتاع الظهر، لان احنا هنشتغل الظهر اهو، الظهر اهو، تمام؟ باين؟ باين، ماشي. بعد كده هروح جاي سايب عامل زاويه قايمه وسايب حوالي 6 سم ثانيه معايا اهي. دي الثانيه مش داخله معايا في المقاس، ماشي؟ يعني الجزء المهشر ده اهو، شوف انا بشاور عليه من هنا حتى لو مش باين عندك قوي، بس هو الجزء دوت كده مش باين هو الثانيه معايا، هو الثانيه معايا، تمام؟ تمام. وهاجي اروح واخد بقى الطول بتاعي، الطول بتاعي قد ايه؟ 40 سم للظهر اهو. خدت 40 سم للظهر اهو، وواخد سنت ونص كمان زياده عشان خياطه الكتف، واروح عامل نفس الزاويه القايمه كده بالظبط. ماشي. احنا ممكن نشوف كده احنا فين كده بالظبط، نقرب شويه، تمام، على اساس يبقى قريب منك اهو. شيل الكلام، تشيل المقص. بس كده، ماشي. انا معايا دلوقتي ادي الطول اللي انا عايزه اهو، تمام. ونبدا نشوف اول حاجه هنعملها حده الرقبه بتاعتي 8 سم في كام؟ في 4 سم اساسي، حاجه ثابته معايا دي حده الظهر الخلفيه اهي، تمام، حده الظهر الخلفيه. تاني اشوف الكتف بتاعها، الكتف بتاعها 40 سم، هتزود عليه حاجه؟ هزود عليه 3 سم، سنتي ونص شمال للكم الشمال وسنتي ونص يمين للكم اليمين اللي هو فوق، يبقى كام دلوقتي؟ 43، يعني نصها 21 ونص. ادي النص، ادي معايا. واجي اروح نازل 4 سم هنا، واروح موصل الخضار الكتف اهو من اعلى نقطه في الرقبه اهي لغايه هنا كده، تمام؟ تمام. بعد كده انت معاك حده الكم كام؟ اللي هي حده الباطن. وزي ما قلت 100 مره وهركز وهقول ان اللي ما شافش فيديو المقاسات وكيفيه تطبيقه على على القماش مش هيفهم الكلام اللي احنا بنقوله. فين الفيديو ده؟ موجود دايما عندك في اي فيديو قدامك في صندوق الوصف، تمام؟ نيجي نشوف هنا اهو كده، انت معاك حده الباط كام؟ 50 اهي. ادي حده الباط معايا 50 اهي، تمام؟ واجي اروح عاملها اهي، ادي حده الباط معايا خلاص. على طول كده حدة الباط دي تروح مطلعه لي محيط الكم، محيط الصدر هيبقى فين؟ تمام، محيط الصدر هيبقى فين؟ انا معايا الصدر قد ايه؟ معايا الصدر اللي ليها 120، 120 يعني ديت واحده اصلا منطقه الصدر مليانه 120، وتحط عليها كام؟ تحط عليها 10 عشان ده بدي روح، يبقى كام؟ 130. لما تيجي تقسميها على 4 تديك 32 ونص، يبقى من هنا كده 32 ونص، تمام. ادي من هنا كده 32 ونص، تمام. ودي كده بقى حاله الكم بتاعك. تعالى هنا نشوف ده هنيجي نشوف انت معاك نوع ارداف، انا ما معيش ارداف بقى خلاص، لان انت اذا كان طول الدوت ده كده يعتبر لغايه نص الظهر ال 40 سم دي، فانت معاك ان هو محيط البطن قد 108، 108 هتحط عليها كام؟ كبيره، هحط عليها برضو في حدود 10 سم 8 سم، فلو حطينا 8 سم تبقى 29، ها نيجي نروح حاطين 29 هنا، تمام، او كده. كده لو المقاسات من غير قصه
البرنسس كده من أسات صافي من غير قصة البرنسس. طالما تسمع كلمة قصة تروح مزود ثلاثة على طول من إيه؟ من غير حاجة. يبقى أنا معايا هنا وقت الـ 32 أو 32 ونص أخليها 35 ونص. ليه؟ عشان في قصة برنسس هشتغل عليه أهي. تمام؟ وهنا كانت كم معايا؟ كانت 29 وقصة برنسس 3 يبقى كام؟ 32 تمام؟ وأنا أروح موصل بالريجة أجي أروح موصل بالريجة ما بين النقطتين دول كده. تمام؟ ماشي؟ طب قصة البرنسس زي ما قلت لك إيه؟ هي قصة برنسس علوية. يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أقسم ده كده بقسمه أدي تلت أدي اتنين أدي تلاتة ماشي أدي تلاتة يبقى قصة البرنسس من هنا قصة البرنسس من هنا ونازلة شبه رأسية شوية أهي. يعني إيه شبه رأسية شوية؟ مايلة ناحية الجنب أهي كده وأجي أروح واخدها إيه بنفس الشكل ده بالفري هاند كده تديني قصة البرنسس بتاعتي. تمام؟ تمام قوي. طب بص بقى مش أنا الخياطة بتاعتي هتبقى هنا انت تلاحظ ان انا رحت طالع بيدي كده شويه ليه لان اصلا انا مش انا الخياطه هتبقى عندي هنا كده لو انا خدت نقطه ثابته اهي يعني ايه نقطه ثابته هنا هو كده نقطه ثابته يعني ما فيهاش دوران لو انا خدت النقطه دي كده وجيت رحت قايس الخياطه دي اهي الخياطه دي مديك كام 16 تمام مش الخياطه دي هتبقى على الخياطه دي كده من هنا ودي النقطة اللي أنا هقص فيها في النص صح ولا لا؟ صح تمام دي ادتني 16 طب نقيس الداخلية كده ادتني كام؟ 13 يبقى دي لازم تساوي دي تمام فبالتالي هروح طالع بالتلاتة سنتي الفرق هنا واروح جاي معدل قصة الايه؟ قصة البطء اهي. يعني انت هتمشي بالمقص ازاي؟ همشي كده 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 كده. تمام؟ لان انا لو مش سايب الزيادة دي وجيت اقفل الخياطة دي مع الخياطة دي مع نقطة السنتر دي هبص الاقي ان واحدة طويلة وواحدة ايه؟ قصيرة. بدليل ايه؟ لما قست دي كانت 16 ولما قست التانية اللي طلعت كام؟ 13 فلازم اللي تحت تبقى 16 واللي فوق 16. فهمتيني؟ فهمتي ولا لا؟ يعني انت هتقص ازاي دلوقتي مش فاهم احترت هتقص كده ثواني اهلا هتقص كده ما فيهاش حيلة ولا حاجة فيها دماغ بتشتغل فيها ايه؟ دماغ بتشتغل انا معايا دلوقتي قلت دي نقطة ثابتة ولما قست الحتة دي على الخياطة طلعت 16 ولما قست دي على الخياطه طلعت 13 فلما اجي اقفل ده مع ده هيبقى ده اقصر من ده ب 3 سم فايه اللي عملته رحت مزوده ال 3 سم يعني انت هتقص ازاي هو ده اللي انا هوريه لك اهو اهو كده ماشي وهاجي اروح قاصص بقى الخط اللي في النص ده تمام لما اجي اقفل ده مع ده هبص تلاقي النقطه دي جت على ده وهنقفل الكلام ده على المكنه ونشوفه يمكن اصلا ولا شحر ولا زي ما بيتقال ولا ايه ولا سحر ولا ايه ولا شعوذه ماشي فهي اصلا هتشوفي النقطه دي هتلاقيها تقفل معاك كده خلاص كده الخلفي خلاص نجيب الايه نقلب قماشنا ونشتغل في الامام اهو عملت ايه اللي تحت اللي هنا انا دايما بحط القماش ايه ناحيه ايدي ايه اليمين بالزياده ماشي اجي اروح قالب بقى جايب الزياده ناحيه ايدي الشمال اهي واللي كان هنا رحت جايبه هنا تاني اهو عشان بس ايه الناس مش واخده بالها انا كنت انا قاصص كده اهو عملت ايه اول حاجه رحت البورسل ده رحت جايبه قدامي هنا ورحت جايب القماش عكسه تمام. الكلام ده ينفع في كل القماش؟ لا ما ينفعش في كل القماش، زي ما قلت قبل كده كذا مرة، حاجة زي القطيفة أي قماش ليه اتجاه ما ينفعش أعمل فيه كده. زي القطيفة، زي نوع بعض أنواع الستان ليها اتجاه. ده اللي أنا هعمله دلوقتي أهو، وأروح جايب
ده كده ومعشقه مع بعض. يعني ايه معشقه بقى؟ ها ندخل ده جوه ده. ما انا لو جبت كده ده اقل من ده، لكن انا عشقت اهو دخلت ده جوه ده. تمام كده؟ لاحظي ان احنا كنا بنسيب ايه؟ 3 سم هنا قيمه المرد. لا انا دلوقتي ما فيش مرد، ده هما الاثنين اصلا فيس تو فيس وصلوا عليه، لو مش هسيب ال 3 سم دي. لان ما فيش مرد هيجي على بعض. تمام؟ كده اهو. ما ننساش حاجة إن القداماني أطول من الوراني في النقطة الرئيسية دي، كانت كام؟ كان 50 سم. 50 بالإضافة للإيه؟ للتانية بتاعتي دي، أنت التانية عاملها كام؟ 5 سم ونص. ماشي؟ وقال يبقى 50 يبقى كام؟ 55 ونص، وفي سنت ونص اللي هما في الكتف هنا يبقى كام؟ 55 ونص يبقى 57. تجمعي إيه بالظبط؟ كده اهو ماشي. وباجي اروح جاي واخدها على ما فيش من هنا ازاي؟ هنا النقطه دي اساسيه، هو القداماني هيبقى طويل عن الوراني في الحته دي بس، دي بس. لكن من هنا هيتقابلوا مع بعض. تمام؟ ورقاصص ده زي ده بالظبط ما فيهوش خلاف. بص ايه ده زي ده بالظبط ما فيهوش خلاف. ونبدا بقى بعد كده ايه نفرق ما بين الامامي والخلفي ازاي، هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. المقص لو لقيتي المقص متشغل مثلا عبد معاك او حاجه، بتيجي الدبوس بابره مكنه او حاجه، وهو يستحسن ايه ابره مكنه عشان يبقى ماسك نفسه. ماشي؟ بتيجي اصلا هو عض، يعني معناه ان هو وقع او ايه عرقت خد خبطه يعني اهو، بعمله كده ده بيبقى سن سريع كده لغايه ما توديه الايه للسنان نفسه. انت ايه بتعدل العضه اللي فيه اهي، ويكون ايه في اتجاه واحد، يعني ما اروحش واجي، لا ده هو في اتجاه لبره كده. ماشي؟ وناحيه السلاح مش من ناحيه بره. ماشي؟ فكده بيبقى ايه المقص شبه ان هو ايه عدل شويه. تمام؟ لغايه كده تمام. ها؟ اجي اروح قاصص الايه؟ اهو شوفي يعني المقص عدل شويه. اهو. ماشي؟ الكتف زي بعضه اهو. والجزئيه دي ماشي كده، ومش احنا كنا قلنا 7؟ هيبقى 7 دي نازله من هنا كده اهي على ما فيش من تحت. ادي 7 بتاعتي زي اللي هي ايه في الموديل بالظبط اهي. تمام؟ واخده نفس الكيرف والدوران بتاعها. كده وقت قد ايه معاكي؟ 14 دقيقة. تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ قصيت الامامي وقصيت الايه؟ قصيت الخلفي وقصيت عليه الامامي. هنبدا نشوف ايه؟ نجرب بقى ده من ده. اول حاجة وجه الخلاف ما بين الامامي والخلفي ان القداماني ده ايه؟ 7. خلاص. ايه تاني؟ قال لك تاخد من هنا اهوت سنت ونص مسروق على ما فيش كده اهو. تمام، سنت ونص مسروق على ما فيش. تمام اهو. ماشي. بعد كده ايه في حلقة البطن نفسها هيبقى فيها ايه شغل، بس لازم اعمل قصة البرنسيس الاول. لازم اعمل ايه قصه البرنسيس ده، وقبل قصه البرنسيس لازم اجيب البرلون بتاعي واقص
برلون للايه؟ للجسم الامامي. ماشي؟ هاتي لي انت عارفه طوب البرلون الابيض؟ لا طوب البرلون. ادي البرلون اهو بخلاف الايه؟ الفازلين ماده قماش عاديه كده فيها ماده لازقه وماده ايه؟ ادي الماده لازقه من هنا وادي الايه؟ المكوه بتمشي هنا كده. هاجي اروح قاصص على الايه؟ القماش نفسه اللي انا عامل اللي انا قصيته للامامي اهو، هقص ده على ده بالظبط. هقص ده على ده بالظبط. نظبط بس كده الاول. الكلام كله عندك واضح ولا في حاجات راحة وجاية؟ لا واضح. كده اهو بالظبط. فاجي الامامي اهو ولا ده الخلف؟ ده الخلف. ادي الامامي هروح قاصص له ده زي ده بالظبط، واجي اروح لازقه بالايه؟ بالمكوى جامد. او لو عندك مكبس طبعا ده يبقى احسن احسن يعني، بس مش اي مكان فيه مكبس. ماشي؟ مكبس حراري. هاجي اروح قاصص ده على ده بالظبط اهو. باين هنا اه. قصص ده على ده اهو. بعد ما لزق البرلون ابدا اقص ايه؟ قصص البرنسيس بتاعته. انا لغايه دلوقتي ما قصيتش الكمام كده، قصيت خلف وامام بس، الامامي والخلفي فقط لا، مع توضيح قصه البرنسيس مع قصه ايه؟ برلون ده على ده بالظبط. ماشي؟ نشيل ده كده. بص بقى ادي البرلون اهو، ادي هتبقى طبقه للي تحت اهي وطبقه للي فوق. بص اهو كده، ونعمله وندبسه كويس. وبعد كده اما ان انت تلزقه بمكوى بخار، لو ما عنديش مكوى بخار بالمكوى العاديه بس لازم تبخه بالايه؟ بالميه، وانا وضحت الكلام ده قبل كده تمام. او ان انت بتدخله في المكبس وبتنزل عليه المكبس لمدة 5-6 دقايق بتلزق الكلام ده كله. ماشي؟ في مكبس كده عريض بينزل عليه مكبس حراري، وده بيبقى أحسن وأحسن. ما عنديش هشغله المكوى البخار ديت، ما عنديش المكوى العادية، بس شرط أساسي إن أنا إيه؟ رش مية؟ شرط أساسي إن أنا أبخه بمية. نوقف ونخش نلزق البرلون دوت. عقبال ما البرلون يتلزق ماشي، سواء زي ما بقول لك بمكبس او مكوى بخار. تعالى نشوف بقى قصة البرنسيس ديت وتقفلتها عشان نشوف الزيادة دي راحت فين منها. ماشي؟ حاجة نازل اهو بقصة البرنسيس دي الخلفية. دي ايه؟ الخلفية مع مراعاة حاجة، تجويف الظهر في القصة دي. تجويف الايه؟ الظهر في قصه النص. قصه الظهر دي تجويف الظهر ده اللي ربنا خلقه بيبقى نازل، بيبقى نازل كده نفس ده كده بالظبط. نقعد على المكنه ونقفل قصه البرنسيس ديت ونشوفها هتتقفل معانا ازاي. تعالى بقى نقفل ايه؟ اول حاجه نقفل خياطه النص بتاعه الظهر ايه؟ اللي فيها تكسيره الظهر. اول حاجه تعالي بقى نشوف قصه البرنسيس اللي انت كنت بتستغربي ان فيها جزء زياده. ده الجزء الزياده ده هيروح فين؟ هو ده اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هاجي اروح جاي مقفل دي كده اهي.
تنسيش ان انا كان معايا 3 سم مزود ماشي. 3 سم فين؟ 3 سم فين الزياده؟ راحوا فين؟ أو. لو انا مش مزودهم بقى كانت هتبقى اقصر، كانت هتبقى واحده طويله وواحده قصيره. اتفضل ادي ال 3 سم اهو، قفله فين؟ قفله في الجسم نفسه. تمام؟ لو انا مش مزود ال 3 سم دول كانت واحده هتطلع قصيره كده وبالسلامه على فكره. مش كده هتقلل الكتف جدا. لان ال 3 سم دول ما هيأثروا على عرض الكتف لو انت حبيت تظبط بعد كده. قفلت انا ليك اهو قصه البالانسيس الخلفيه بنص الظهر ماشي لغايه ما البتاع دوت الايه؟ البرنون يتلسم. مركوب بس كان ايه؟ كان قطع من التحت. ما شاء الله. ان شاء الله. نقفل ايه؟ نكمل بقية قصة البرنسيس الخلفية اللي هي شبه افقية، اللي هي شبه افقية. سوري معلش، اللي هي شبه رأسية. بقى ايه كملنا ايه قصة البرنسيس الثانية في الظهر ايه؟ بص معايا ادي ايه؟ مقفلين مع بعضيهم، ولا واحدة طويلة ولا واحدة قصيرة، بس أنا عايزك تحط في دماغك لو أنت لو إحنا ما كناش ضايفين ال 3 سم دول كان ايه اللي حصل؟ كان هيبقى في واحدة قصيرة. تمام؟ مكانتش هتبقى مظبوطة خالص. كده الظهر بتاعي أهو باين قدامك كله أهو. ما شاء الله. ماشي؟ هنظبطه مكوى ونجيب الستر معانا عشان نشوف كده. احنا هنيجي نلزق الكلام دوت البالون على الـ على الـ على المكوى. تمام؟ بس زي ما بقولك لو انت ما عندكيش الا المكوى العاديه اللي هي زي كده ديت. تمام؟ ديت بتشتغل وكل حاجه على السخونيه، بس لازم ابخ الايه البالون دوت بالميه. تمام؟ لو انا اصلا دلوقتي لازم يبقى عندي حاجه فودره بمعنى اصح ناشفه احطها فوق البالون دوت. ليه؟ لان المكوى لو جت على البالون هتبص لها بتلزق بتقف. فانت لو هتشتغل بالمكوى بتنزل ايه كده كده، يعني ايه كده؟ تمام؟ وتروح نايم كده، ما تمشيش المكوى، ما تمشيش ايه المكوى، انا بنزل بيها ايه تك 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 كده، طب يعني طب طب كده ماشي. لو بقى حته زي كده فطره اهي، هي اللي هحطها وامشي عليها. عشان ما يلزقش ماشي. ده كده انا ايه بلزق البرلون نفسه اهو. وزي ما بقول لك لو انا هشتغل ممكن اشتغل بالمكوى مباشره اهو، بس ما بمشيش المكوى اهي، والبخار اشغله معايا والاشتفاض لو انت عندك جهاز زي كده. المكوى ما بمشيش بيها، لا انا بقف فيها كده زيها زي المكبس بالظبط. انا كده ببقى مطير المكوى، مش مخليها ايه، مش مخليها فوق القماش على طول، لا انا ببقى مطيرها. يعني ايه مطيرها؟ يعني ما بخليهاش تلمس القماش، البخار بس هو اللي ايه اللي شغال بمعنى اصح اهو. لكن في الحته اللي زي كده بروح نازل بالمكوى ايه تكات اهي اهي، واروح نايم
كده المكوى بتبقى ايه من تحت، بمعنى صح لزق، يعني ما ينفعش بقى اشتغل بيها على طول. لو هاجي بقى كده انا لزقت اهو، اروح الملزق الناحيه التانية اهي زيها، بس زي ما بقول لك المكوى دلوقتي بتبقى ايه لزقت، يعني فيها لزق. هقول لك هنعمل فيها ايه على اساس ايه نشغلها بقى عادي بعد كده ايه. باجي بسلك المواعين الاستانلس واروح ممشي عليه ايه، اقعد بالمكوى امشيها عليه. ده لازق ايه البرلون نفسه كده، طالما ما عندكش مكبس. المكبس بقى بروح حاطط فيه دوت كده واروح منزل المكبس واسيبه فيها ايه 5 دقايق 7 دقايق واظبطه. بيبقى زيه زي التايمر بالظبط، اظبط الايه المكبس على 5 دقايق على 7 دقايق كده كده انا ايه قفلت الشغل. لو جيتي مشيت المكوى لا هتلزق بقى اهي، شوفي هتلزق. فانت بتعمل ايه، بتروح جاي بالسلك الالومنيا دوت الاستانلس وتبدا ايه تمشي المكوى عليه اهو كده كده، يشيل ايه اللزه اللي هي لزقت في ايه في بلاطه المكوى نفسها. تمام، لان دي اسمها بلاطه المكوى. ماشي، وبعد كده خلاص بتبقى المكوى ايه تمشي عادي بعد كده. بس لازم قبل ما احطها على حاجه فاتحه، يعني همشي المكوى على حاجه فاتحه ليه؟ لان سلك المواعين ده بيبقى ساب اثر على بلاطه المكوى يسودها، فلازم امشيها على قماش عادي الاول لغايه ما تشيل ايه السواد اللي سلك المواعين دوت ايه سابوا عليه اهو. شايفه المكوى بقى خلاص ماشي ايه عادي. ماشي، ده كده الفيديو بتاع القص بتاع فيديو قص البليرو كامل امامي وخلفي، وقفلنا الظهر بتاعه وقفلنا الظهر بتاعه والقدماني لزقنا فيه البرلون. ونشوف الفيديو الجاي هنعمل فيه ايه. ما تنسناش من صالح الدعاء الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله استفدتوا منه. الدال على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.